الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، ومتعكم الله بالصحه والعافيه، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من اعرف عدوك. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. في قناه طيبه الفضائيه نسعد كثيرا بكم ايها الاخوه والاخوات في هذه الحلقه الجديده ان شاء الله تعالى، مواصله لمن قطع من مواضيع حول اعرف عدوك. حيا معنا برضو موضوع جديد، ونسعى أن نتحصن بالله تعالى ونلجأ إلى الله عز وجل ليعصمنا الله عز وجل من الشيطان. والمؤمن يسأل الله تعالى أن يعصمه من الشيطان. الشيطان عدو، والعدو فعلا العدو الأول والعدو الأوحد، وأي عداوة بعد ذلك جاي من عداوة من الشيطان بيجعل عداوة بين الناس ويورد بين الناس البغضاء. نحن دارين لنا تحصين من الشيطان الرجيم. بالذكر في حلقات ماضية كان الكلام عن الإخلاص، لأن عباد الله المخلصين الشيطان ما عنده عليهم أي سبيل، لكن عاوزين لنا تحصين آخر، وتحصين سهل يا أخواننا، وتحصين مضمون. قبل ما قلنا الإخلاص ده، ما ربنا يرزقنا الإخلاص، لكن الواحد مرات ما بيعرف والله، يقع في الرياء ويقع في السمعة ويقع في عشان الناس يشوفوه في حاجات كثيرة. نسأل الله الإخلاص، لكن المضمون ده آية الكرسي. آية الكرسي تحصين وحصن عظيم، وآية الكرسي بتمنعك من الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن اللي بيقرأ في الصباح عنده حصن لحد ما يمسي، واللي بيقرأ في المساء عنده حصن لحد ما يصبح، واللي بيقرأ عند النوم عنده حصن لحد ما شنو يستيقظ، مش كده؟ وبعض الصلوات المكتوبة نقرأها زي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم آية في كتاب الله. الحديث جاء في الصحاح وجاء في السنن، ويعني سبحان الله قصة الحديث قصة عجيبة جدا، لأنه الذي علم منه آية الكرسي بتمنع من الشيطان الشيطان، ونحن ما أخذنا بكلام الشيطان أخذنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ذلك صلى الله عليه وسلم، ما حنأخذ الكلام، لكن أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام. القصة أظن جاتنا كثير وسمعناها كثير، لكن نحن دايرين نأخذ لنا فوائد منها. زي ما زمان ذكر كان مرة معانا الكلام عن برصيص الراهب وكده. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، أكثر الصحابة رواية للحديث، والرواية للحديث دي ما جاته ساي، جاته بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يبسط رداءه، ودعا له بالبركة وقال له جمع رداءك. بعد ذلك قال ما نسى أي كلمة تاني، أي كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام حفظها. بل كان مرجعية للصحابة، يعني لو كان صحابي قال حديث والناس ما سمعوا به، بيمسوا على أبو هريرة: يا أبو هريرة سمعت الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أي سمعته. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني عنده حديث كثيرة جدا، وأيد حديث، والصحابة برضو أيدوا. أنا هنا بيحضرنا حديث ابن عمر قال كانوا مع أبو هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة بيحدث الناس، فقال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن شهد جنازة حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. قال: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي رواية: ما القيراطان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقلهما، أقل واحد فيهم أثقل في الميزان من جبل أحد. ابن عمر قال لأبو هريرة: انظر ماذا تقول، يا حديث أنا ما سمعته. قال لي: أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى سأل السيدة عائشة، قال لي: أبو هريرة قال حديث والله أنا أول مرة في حياتي أسمعه. قال: سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيشهد جنازة لحد ما يصلى عليها، يعني يحضر صلاة الجنازة، عنده قيراط، واللي بيحضر الجنازة لحد ما يفرغ من دفنها عنده من الأجر قيراطان. ما القيراط يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أثقل في الميزان من جبل أحد. قالت عائشة: صدق أبو هريرة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا برضو سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يا ما ضيعنا قراريط. قال لك فكان ابن عمر بعدها يرقب البقيع، يراقب المغابر، شاف لي جنازة يمشي يحصلها ويرسل أولاده وغلمان يقول لهم: يا أخوانا كان سمعت لكم أي زول مات ادوني خبر، يعني شو الناس الحريصين كيف على الخير. فأبو هريرة رضي الله عنه بيحكي، قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله على صدقة الفطر، جعله على الصدقة يعني خازن للصدقة. والصدقة طبعا هو الناس بيجيبوا العيش ويجيبوا الذرة والحبوب والحاجات زي دي ويلموها، وبعد ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام يتولى توزيعها للمساكين. وأبو هريرة رضي الله عنه في المخزن، والناس ما شاء الله كلهم مؤمنين وأمينين ومؤتمنين، ما عنده مشكلة كبيرة يعني. وأداء الواجب الأوكل له النبي عليه الصلاة والسلام إنه يصلي مع الناس الصلوات، وبعد صلاة العشاء وصلى العشاء وخلاص، لما يجي ينوم بيجي ينوم في المخزن ده كحارس يعني للمخزن، ويمشي صلاة الصبح يصلي مع الناس، يعني حاجة كده ما مكلفه حاجة، لكن حكمة يعلم الله. فأبو هريرة رضي الله عنه بيحكي، قال يوم أو ليلة بالليل بعد ما صلى العشاء جاء بالليل، وطبعا فتح الباب والباب مقفل تماما يعني، فوق مقفل وبيتحت مقفل ما في أي منفذ. فدخل قال لقى له واحد، لقى واحد بياكل في الحبوب دي ويشتت، يعني ما هو في مثلا يعني تاسا مثلا كان مسكوك حاجة وجيت لقيت واحد بياكل فيها، ممكن تحين عليه مشكلة، تحين عليه يا أخي يمكن الراجل جعان ولا يمكن، لكن ده قاعد ياكل ويشتت، يعني ياكل بقى بشكل ياكل ليه لقمة يشتت لعشر لقمة في الواطة كده ضرسة يعني. فلقى ياكل ويشتت، ياكل ويشتت، مسكه والحاجة انت داخل ولا إذن وداخل بوين ذاتك، ولا عندك أخلاق ولا عندك ذوق ولا عندك أدب طعام تاكل وتقعد تشتت. قال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والله الحاجات دي ما حقتي، أنا زول حارس هنا ده حرسني الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا بمشي أوديك للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال فبكى وشكى العيلة، بكى بكى شيطان ذاته بكى، وما قال له أوديك للنبي عليه الصلاة والسلام، أوديك للنبي دي ما بيتحمل الشيطان، بكى وشكى العيلة، والله وأنا عندي شفاع وعندي ناس مساكين، لحد ما حن عليه وعاهد وقال له: والله وقسما بالله انا ما برجع ثاني. وطبعا الشيطان بيحلف بالكذب، مشكله زمان ادم وحواء عليهم السلام الله قال قاسمهما حلف، عشان كده جاء في الاثر حواء لما الجماعه قال لها يا حواء نحن اكلنا من الشيء، قالت لي: انا ما ظننت ان احدا يحلف بالله كاذبا، يعني انسان يكذب يحلف بالله بالكذب كده مستحيل يعني. قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فهنا حلف قال انا ما برجع ثاني، قال صدقته وفكيت ومشى. لملم أبو هريرة رضي الله عنه، لملم الحاجات الشتتة وربط الشوالات اللي عنده، وصلاة الصبح مشى المسجد. قال فقعد الصلاة، صلى الصبح، بعد ما صلى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الورى النبي عليه الصلاه والسلام عندي واحد وانا ما اسير ماسكه، يعني الوراه انه انا عندي اسير ماسكه منه، صدق رسول الله اشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال: والله يا رسول الله امسكت به وشكى العيله وحنيت عليه فكيته وعاهدتني، قال لي تاني ما بعمل عمل زي ده وانا فكيته. قال عليه الصلاه والسلام: اما انه كذبك وسيعود، اما انه كذبك وسيرجع. أبو هريرة طبعا آخر الليل بيمشي، ما هو صلاة الصبح بعد ذاك بيمشي يشوف شغلته، بعد ذاك الظهر العصر المغرب العشاء بيمشي ينوم، لما ماشي عشان بعد العشاء وطبعا المقفل الشغلاني قفل جد يعني ما في مدخل جهة يعني، لكن قال أيقنت أنه سيعود. شوف الإيمان ده هنا كيف، يعني مش كان قفلت الأبواب، كان قفلت الواطة كلها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيعود يعني بيعود، قال أيقنت أنه سيعود، مشي جاهز. ولقى برضه بياكل ويشتت، ياكل في الاكل ويشتت في الشوالات ويشطبط ويدفق، فامسك به قبضه قال له: لارفعنك الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبكى بكى وشكى العيله وانا عند الشفع، وسكان عاقبوني والشفع ديل يروحوا وين ويضيعوا، وانا والله اخر مره والله كان ما محتاج ما بيجي، والله العظيم واقسم بالله وتاني اقسم بالله ما بيجي، وما عنده مشكله الشيطان ما اصلا بيحلف بالكذب.
ابو هريره قال حن عليه وفكاه. قال قلت يا خليه يا اخي، شوفوا ولاداته نتحمل ذنب اولاده، خلي اللي مشي. قال مشى صلى الصبح ناداه النبي عليه الصلاه والسلام: يا ابو هريره، ماذا فعل اسيرك البارحه؟ قال: قلت اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يا رسول الله، حصل كده كده كده، وبرضه قاعد يقول لي الشفع والصغار حنيت عليه فكيته، ولكن عاهدني عهد المره دي مغلظ، وقسم وايمان مغلظه، حلف بالله تعالى انه ما بيجي راجع ثاني. قال عليه الصلاه والسلام: اما انه كذبك وسيعود. قال: فايقنت انه سيعود. قال بي ابو هريره قال: انا المره دي كل مره ذاته يعني بقى ما عندي كلام اقوله ثاني للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني انا زول ما مسكني حاجه، يجي واحد يعتدي عليها، طيب ما كان يخلاها في الشارع الشوالات دي، فايده حراستي شنو انا؟ ممسكين يجي ده يقعد يشرط ويشتت ويدفك فيها وياكل فيها ويضيعها، دي 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 مشكله كبيره. انا المره دي قال: اصله شفت ان جاب اعذار الدنيا ما بخليه، اوديه ويمشي يعتذر للنبي عليه الصلاه والسلام. كده نحن نطلع فاصل ونجي نشوف باقي القصه دي ان شاء الله تعالى. يا الله يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، إن شاء الله تعالى نواصل من قطع من كلام حول الحديث النبوي الصحيح. قبل الفاصل وكان عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والشيطان بيجي وهو بيجي يلقى له مخلوق جوا وياكل ويشتت في الأكل، والمرة الثانية برضه قال شكى الضيعة وشكى العيال وفكاه وعاهده وحلف وقسم اقسم انه ما حيرجع ثاني. والرسول عليه الصلاه والسلام قال له: ماذا فعل اسيرك البارحه يا ابا هريره؟ قال: اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: اما انه كذبك وسيعود، فايقنت انه سيعود. المره الثانيه دي حتبقى الثالثه، فتح الباب متاكد حيلقاه فعلا لقاه. اكيد المسألة دي حزت في ابي هريرة رضي الله عنه، يعني زي ما مر معانا قبل شوية يا اخوان، يعني هو حارس من شنو؟ حارس عشان ما تضيع. طيب ده قاعد يضيع فيها كل مرة كده، ما تقصير مش كده؟ فقال له: شوف، لا تقول لي عيال، لا تقول لي ضيعة، لا تبكي لي. ما عندك اي كلام امشي قوله للنبي عليه الصلاة والسلام، انا ما بسمع منك ولا كلمة اسمع منك، ما في. اصله ما اشتغل بيه. قال: انا ما عندي معك كلام، بحبسك هنا، ده شفت صلاه الصبح اوديك تمشي تصلي مع المسلمين، تمشي تقول كلامك ده للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما بخليك ولا تسمع بسمع. قال له: اما ادلك على شيء ينفعك الله به؟ انا اديك حاجه ربنا ينفعك بها. هنا قدر عليه، يعني فعلا الصحابه همهم كله ارضاء الله تعالى، وهمهم كله النفع اللي بيجون من الله عز وجل، وده ايمان يا اخواننا. يعني شوف فرق بين ده وبين زول الدور شويه. ده قال: انا اديك حاجه ربنا ينفعك بها. قال له: اذا اويت الى فراشك فتوضا نحو وضوئك للصلاه واقرا ايه الكرسي. لما تيجي تنوم اتوضا، طافر وجه ايه الكرسي مباشره، لكن ناخذ الروايه الزايده. قال لي: اذا جيت دار تنوم اتوضا واقرا ايه الكرسي، لا يقربك شيطان حتى تستيقظ. اتوضا واقرا ايه الكرسي، ما بدك شيطان لحد ما تستيقظ. طبعا ابو هريره اول حاجه ايه الكرسي، ويعلم انها عظيمه جدا، يعني لا اكيد ابو هريره رضي الله عنه لما يجمع الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام، هو زي ما عارفين انه كان يحفظ طبعا اكثر من الصحابه، ويجمع الكلام ذاك وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ويربطه مع الكلام ده، فعلا الكلام ده كده وجيه، كلام وجيه. فمشى الصباح صلاه الصبح منتظر النبي عليه الصلاه والسلام يناديه، فعلا كالعاده ناداه وقال له: ما بجي ثاني، انا ما حارجع، يعني انا عهدك ما حارجع. قال عليه الصلاه والسلام: يا ابا هريره، ماذا فعل اسيرك البارحه؟ قال: قلت اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن،
انا فكيته بس تعظيم للكلمات دي فكيته. قال لي تقرا آية الكرسي، توضأ تقرا آية الكرسي لما تجي تنوم لحد ما تصبح انت في امن وامان من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. لاحظ لي كذوب دي، فرق بين كاذب وبين كذاب وكذوب، صفة ملازمة له يعني. ولذلك اخوانا الاصل في الشياطين الكذب، والاصل في الجان المعتدين الكذب. يعني واحد يقول لك والله يا اخي فلان ده انا لا بيني لا بينه. ليه لا بينك لا بينه؟ فلان ده والله عمل عمل لي ولا عمل عمل لي بتي. يا زول الكلام ده جبته من وين؟ والله يا حصل كده كده ومشينا وقروا لنا وقام الجين يتكلم وقال العمل ده عمله فلان، ولا انا قطعت مع اختي لانه الجين قال لي بتي عمتك دخلتني فيك. يا اخي ما ده الدائر الشيطان ذاته، ده الدائر صلى الشيطان. ربنا قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، ده الدائر الشيطان. فيتحقق به كده. وبعدين هو الاصل فيه الكذب، عشان كده ما بيصدق. ناس يقول لك والله ما عارف وفلان عملوا له واتضع عنده راكبينه 10 شياطين. 10 شياطين هو شنو راكبينه 10 شياطين؟ حافله؟ ما ده كلام ما صحيح. الاصل انه كذاب هو واحد، ويمكن يكون ما في ذاته، يمكن يكون زول موهوم. دي والله دايرين معاه جلسات طويله نحن، لانه في ناس عاشوا في اوهام عجيبه جدا. فالاصل فيه الكذب. قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. طبعا لحد الآن أبو هريرة ما عارف ضيف الشرف ده منو كان بيجيه كل مرة. صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، أو تدري مع من كنت تتحدث منذ ثلاث؟ أنت عارف الامبارح هو الامبارح والقبل هو الامبارح، أنت مع منو؟ إنه الشيطان، ده الشيطان، ده إبليس الكبير ذاته، إبليس اللعين لعنه الله. فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق أبو هريرة رضي الله عنه. فالشاهد آية الكرسي يا اخواننا حصن حصين، حصن حصين. اي انسان خايف من الشيطان، ونحن مفروض ما نخاف من الشيطان، لانه الشيطان يخوف اولياءه، ويخوف اولياءه يا اخواننا كان بتتذكروا قلنا عندها معنيين، يخوف اولياءه يخوفكم من اوليائه، ويخوف اولياءه يجعل اولياءه خايفين دائما. خايف اقرا آية الكرسي، خايف من الجن اقرأ آية الكرسي، فلان يعمل لك عمل اقرأ آية الكرسي، تصيبك عين اقرأ آية الكرسي، العين دي بالذات معاها المعوذتين طبعا اهم حاجة يعني، اقرأ آية الكرسي، مقلق بالليل ما قادر تنوم آية الكرسي، ده علاج. يعني شفت الدواء النافع اللي يصرف في كل الروشتات آية الكرسي. ما اعظم آية في القرآن، والقرآن ده كله عظيم، القرآن كله عظيم، القرآن كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آية الكرسي أعظم آية، يعني إحنا لما نتذكر أنه أعظم آية في القرآن زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن عظيم، والقرآن كلام الله، والقرآن ما زي كلام زي ما جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر مخلوقاته. القرآن ده كله ربنا جعل العظيم فيه في أعظم آية آية الكرسي، وسيد آية القرآن آية الكرسي. ولذلك حصن يتحصن به الإنسان، نقرأ بعد كل صلاة لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معنى شنو إلا أن تموت؟ ما هو أصل الزول ما حيخش الجنة إلا بعد ما يموت يعني. طيب نحن بعد ده والباقي الزمن نجعل لكم مداخلات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الأمين إسماعيل. بسأل من قول الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسأل جزاك الله فضيلة الشيخ كلمات النيرات، وأسأل عن الحديث أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يحول بينه دخول الجنة إلا أن يموت، شرح الحديث وجزاك الله خير. شكرا جزيلا لأبناء منير وعمار، حقيقة فعلا أسئلة مهمة. وقول الرب سبحانه وتعالى جل جلاله الشيطان يعدكم الفقرة،
ويأمركم بالفحشاء. سبحان الله، الآية دي يا أخوانا ربنا لخص لنا مكايد الشيطان، زي ما سبحان الله كل الآيات اللي تتكلم عن الشيطان تلقى فيها التحذير الكبير من الله سبحانه وتعالى، يحذرنا إنه من الشيطان، إنه الناس ما يتبعوه، ما يتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر، يمنعك من الإنفاق، يمنعك من الجهاد في سبيل الله، يخوفك، يجعلك دائما تلهث وراء العيش وكسب العيش والمعيشة وتخلي العبادات، فيعدكم الفقر، يمنعك من، يعني شوف هناك ربنا سبحانه وتعالى قال إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الخلام ينفضوا شنو؟ الشيطان. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يلهيهم بالتجارة والبيع عن ذكر الله الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يا أخي لو قفلت الدكان ومشيت الصلاة حيفوتك الكسب ويفوتك الرزق ويفوتك الزباين. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، داير انفق، لا، خلي لي الأولاد، خلي لي أهلك، القروش بتحتاج ليها، القروش ما تضيعها، النفقة خليها لي قدام، انفق لي قدام، ما أسعى لي قدام الأيام الجاية، لا أسعى شوية خليها. يعدكم الفقر، فالفقر، وده زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الشيطان بيدخل بالفقر ده بطريق الأولاد. في صحيح الجامع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة مجهلة مبخلة محزنة. الولد مجبنة، جبان، مش الولد جبان، لا، أبوه بيبقى جبان عشانه، امشي جاهد، لا يا اخي كان كتالونيا الاولاد يضيعوا يعني ولا كيف، مجهله امشي اتعلم، لا لا يا اخي نقعد معهم شويه، محزنه اي حاجه تصيبه تلقى حزن عليه، مبخله انفق المال، لا القروش خليها للاولاد. فالشيطان يعدكم الفقر بهذا المعنى، يامركم بالفحشاء، يامركم بالفحشاء بالمنكرات، لانه كل ما الانسان وقع في فحشاء وفي فواحش خلاص بيقى في حزب الشيطان، وبيقى قريب من الشيطان، وبيقى بعيد من الرحمن. ولذلك سبحان الله تعالى الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. بعض السلف رحمه الله قالوا شوفوا القرآن وعد الشيطان بالفقر آية واحدة بس، يا هذه يعدكم الفقر، وعد الله بالمغفرة كثيرة جدا في القرآن. قال تركنا وعد الله اللي تكرر كثير ومسكنا في وعد الشيطان الباطل. الشيطان وعده ما باطل، مش كده؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يا عمار: من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة ودبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة، لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت أو إلا أن يموت. معنى الحديث إلا الموت وإلا أن يموت، الإنسان بيدخل الجنة هنا ولا بعد ما يموت؟ بعد ما يموت، يعني هو حيصلي صلى الظهر، إذا مات قبل العصر حيخش الجنة، لكن ما مات حيكون قاعد لسه في الدنيا. صلى العصر يقراه، صلى المغرب يقراه، قراها بعد آخر صلاة دخل الجنة. يعني بس مجرد ما مات إكراما من الله لهذه الأمة، إكراما من الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إكراما من الله للآية العظيمة، أعظم آية في كتاب الله، البقراها مجرد موتي يدخل الجنة. ربنا يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شكرا أبنائي الأعزاء، شكرا مصعب ومحمد وعمار، شكرا منير وعاصم وعمر، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، شكرا جزيلا لاختياركم لقناتكم قناة طيبة، شكرا للفريق العامل، ولكم منهم التحية الخاصة والخالصة، ومنتظرين منكم الدعوات الصالحات إن شاء الله تعالى بإذن الله. لقاء جديد بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. أعرف عدوك، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأ آية الكرسي. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله يا الله.